انخفضت مبيعات آيفون في الصين بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت مبيعات منافستها هواوي في الربع الثالث من العام الحالي مع اشتداد المنافسة في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم. واحتلت أبل المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 15.6%، وإن كانت انخفضت بنسبة 0.5% على أساس سنوي، بينما احتلت هواوي المركز الثالث بنسبة 15.3% مكتسبة 4.2%. وكانت فيفو التي تبيع في المقام الأول هواتف اقتصادية أكبر بائع بحصة سوقية بلغت 18.6%. بشكل عام ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية في الصين للربع الثالث عموما بنسبة 3.2% إلى 68 مليون و780 ألف وحدة.